Thousands of protesters took to the streets of Yemen's Sana'a on October 18 in a show of support to Palestinians in Gaza amid over a week of heavy Israeli bombardment. The protests mirrored several taking place across the Arab world, including in Lebanon and Jordan, and came a day after a blast at a Gaza hospital killed as many as 500 people, according to Palestinian officials. Both Israel and Hamas are denying responsibility for the blast on the Al Ahli Al Arabi hospital. على العالم أن يتضامن مع إنسانيته اليوم إذا ما يحدث في قطاع غزة. ما يحدث من أهوال وفظاعات وحرب إبادة وحصار ومنع الكهرباء والمياه هي إبادة وحشية ترتكب على مرأى ومسمع العالم. على العالم اليوم أن يحمي الإنسانية وأن يحمي إنسانيته إذا ما يحدث. نصف هذه الجرائم أنها وحشية، وحشية بكل ما تعني كلمة وحشية. تعروا عن المبادئ، عن القيم، عن الديمقراطية، تخلوا عن كل الذي كانوا يتشتقون بها. طلعت زيف وكب وافتراء، بدت البغضاء من أفواههم ومن أعمالهم ومن جرائمهم ومن بنادقهم. لكننا نقول هذه الدناءة والخسة لا يعملها إلا إنسان خائف ذليل منحط، لكننا إن شاء الله سنقاتلكم كما يقاتل الشرفاء العظماء. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.